وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الباسط بن هامل، الكاتب والمحلل الليبي. تحياتي لك أستاذ عبد الباسط، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا يبدو أن الجيش الليبي يقترب من حسم نهاية هذه المعركة في طرابلس، ما هي إذن أهم النتائج التي وصل إليها الجيش الوطني الليبي؟ شوفي، دعينا أولا نضع الإخوة المشاهدين في جغرافيا صعبة جدا، وفي جغرافيا ليبيا ربما أو حتى البعيدة عنهم كل البعد. نعم. الجيش الليبي الآن في عمليات واسعة منذ 3 أيام على منطقة العزيزية. هذه المنطقة تقع جنوب طرابلس بحوالي 40 كيلومتر تحديدا، وتشكل عامل الربط المهم ما بين غريان في جنوبها وطرابلس في شمالها، وهذا أمر مهم جدا. الآن الجيش يقوم بعمليات واسعة، توجه إلى هذه المناطق لتأمينها، تأمين العزيزية، تأمين منطقة السعدية، تأمين منطقة التويشة، هذه كلها مناطق تعتبر جنوب طرابلس. بإحكام ودحر الميليشيات من هذه المنطقة تحديدا، فإنه بالتالي سيسهل عليه بشكل كبير جدا دخول القوات المسلحة الليبية إلى مناطق غرب طرابلس بالكامل. وعندما نتحدث عن مناطق غرب طرابلس، نتحدث عن المناطق التي تربطنا حتى في الساحل إلى جنزور. نتحدث أيضا عن عمليات ستكون من مطار طرابلس إلى كوبري الفروسية إلى خزانة النفط، وبالتالي هذا محور مفتوح إلى مناطق أبو سليم والكوبري الحديدي. أيضا ستكون فيه إسناد آخر لتقدم الوحدات العسكرية وهي جاهزة من مناطق صلاح الدين اللي تتمركز الآن تحديدا في خلة الفرجان، وباستطاعة القوات في حال ثبات هذه المحاور التقدم والدخول إلى طرابلس، لأن في محاور نتحدث عليها هي قريبة جدا من وسط طرابلس قلب العاصمة، 10 كيلومتر فقط. لكن اللي أجل العملية هو استنزاف الميليشيات بالدرجة الأولى، ثانيا الحفاظ على أرواح المدنيين. عندما نتحدث على هذه المناطق فهي تشكل أعلى كثافة سكانية في طرابلس، أحياء مثل الهضبة، أبو سليم، وسط طرابلس، المركز، هذه كلها أحياء مكتظة بالسكان، وخطر المواجهات فيها سيكون فاتورته كبيرة جدا على مستوى الأفراد لا قدر الله. نعم، يعني سيد عبد الباسط، في ظل هذه المعطيات، توقعاتك للمرحلة الزمنية أو المدة الزمنية التي يعني ربما تستغرقها معركة طرابلس حتى تنتهي؟ شوفي أختي العزيزة، هو تحديدا لا يستطيع أحد أن يقول والله أنه بكرة أو بعد يومين أو بعد أسبوعين، لكن هي في بعض المناطق تعتبر بمثابة مفاتيح كما ذكرت لك، ربما أسبوعين، 3 شهر بأقصى تقدير. نحن لا نقلل أو نقزم الطرف الآخر من الميليشيات ودعمهم الذي يتحصلوا عليه سواء من تركيا ولا من قطر ولا الغطاء السياسي المقدم لهم من عديد الأطراف، لا، هذا ليس الاستهانة بالعدو مشكلة، لكن الميليشيات والمجموعات الإرهابية معهم أسلحة، معهم إمكانيات، لكن الجيش الليبي ماضي في هذه العملية، لن يتوقف، هذا بكل تأكيد. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ عبد الباسط بن هامل، الكاتب والمحلل الليبي.